إن المجتمع المدني في هذا المجال يمكن أن يطبق تطبيقا كاملا لهذه الحقوق. وبالرغم من هذا فإن هناك في القارة الأفريقية قرارات تقارير تشير إلى أنه يتم مصادرة المطارب المشروعة لنشطاء حقوق الإنسان، ويتم استهداف نشطاء حقوق الإنسان والمدافع عنه، ويتم الهجوم عليهم وتعذيبهم أحيانا. وهناك بعض التشريعات التقييدية التي تصدر لإعاقة عملهم في بعض البلدان. وبرغم من هذا فإن كثير من النشطاء في حقوق الإنسان وفي المجتمع المدني يواجهون هذه الإجراءات بشجاعة، ويحرصون على أن تحترم الحكومات حقوقهم. وإن الدعوة من أجل التغيير بدأت من أجل التغيير السياسي في بعض الدول الإفريقية، ولا سيما في الجزائر والسودان. ينبغي أن يتم التشجيع على بناء مجال لحرية التعبير. إن القيود المتزايدة على حرية التعبير والتجمع استرعت انتباه المقرر الخاص للأمم المتحدة ومفوضي الاتحاد الأفريقي. ونحن مما لا شك فيه أننا سنقوم بتنظيم اجتماع مشترك لمناقشة أساليب حماية الفضاء المدني في الإقليم الأفريقي، وحماية الحق في حرية التجمع السلمي، والدور الحاسم لحماة حقوق الإنسان. وهذا سيتم في إطار خريطة طريق أديس أبابا، وأيضا سيتم أيضا مناقشة، وذلك في إطار الآلية الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان. وهذا بالإضافة إلى هذا سيتم الإقرار بالدور الحيوي لآليات حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع اللجنة الإفريقية، وذلك من خلال جلسة تشاورية إقليمية لمدة نصف يوم في نهاية هذا الأسبوع. وسيتم أيضا إجراء تشاورات إقليمية في مجال مكافحة العنصرية والتفرقة العنصرية وكراهية الأجانب وأشكال عدم التسامح الأخرى ذات الصلة في إفريقيا. مما لا شك فيها أن هناك عدد من المبادرات الإفريقية في مجال حقوق الإنسان، ولكن نجاحها توقف على الفرص التي تتاح للجنة المساهمة فيها من أجل الوفاء بولايتها. ونحن نحرص على التعاون مع اللجنة الإفريقية والاتحاد الإفريقي من أجل دعم تواصلنا معهما من أجل التطبيق الفعال للميثاق الإفريقي. معا ينبغي أن نتغلب على التحديات ونعمل معا من أجل حماية حقوق الإنسان. وشكرا جزيلا على حسن استماعكم.